مجتمعنا في واحد من كل ثلاثة أشخاص مصاب بالسمنة، وأنا كنت أعاني من المشكلة. بعدها فترة قررت أوقف وقفة حازمة مع نفسي وغير أسلوبي، وزي ما قدرت من خلال الرياضة إنه غير حياتي، حبيت أشارك نفس هذا الشيء مع غيري. ولأن التكنولوجيا الحديثة سمحت للكل بالتواصل والتفاعل بكل سهولة عن طريق السوشيال ميديا وين ما كان، دفعني هذا الشيء أنا وزميلي نأسس برنامج على يوتيوب نسميه الإنسان، اللي بسهولة قدر أوصل رسالته للناس، نتفاعل معاهم ويعطيهم نصائح عن الأكل والرياضة. وعشان كذا قررت أنضم لبرنامج انطلق لونشينج بيبل، اللي هدفه تغيير حياة الناس للأفضل. واليوم راح يكون في فرصة لكل شخص موهوب رياضي عنده مهارة تميز فيها عن غيره أو عنده فكرة برنامج رياضي. شاركنا الآن في برنامج انطلق لونشينج بيبل، حكون أنا وسامسونج موجودين عشان نساعدك ونوصلك للهدف اللي تحلم فيه.